قصص الجن كثيرة ومنوعة، والمتابع اللي يتابعني هسه أكيد يتابع ناس غيري على اليوتيوب أو أي منصة ثانية. فقصص الجن كثيرة، لكن أكو نوعية بالقصص تكون قليلة، وهي أنه الجن يصيرون أصدقاء للإنسان، لأن الجن بحد ذاته يعني ما يصادق الإنسان إذا مو عنده مصلحة يمه. طبعا الجن اللي جاي اتكلم عنه اني مو جن يعني بصورة عامة، جاي اتكلم عن الجن اللي هو المسلم. اما الجن الكافر لما يجي ويريد يصادق انسان فهذا يريد يقوده للهلاك والهاوية. القصة مال اليوم من قرية باليمن، القصة مرعبة. مع العلم الجن ما اذوا الشخص اللي هم يعني صادقوه، وهذا الشخص اللي صادقوه صغير ونقدر نقول طفل. زين الجن ليش يصادقون طفل وشو يريدون من عنده؟ صاحب القصة يقول انتو اسمعوا القصة وكتبولي بالتعليق هم شرادوا من عندي او شرادوا من ابنه. فالقصة ما اليوم قصة من اليمن، من الارض السعيدة. فاريد من عندك قبل لا ابدي بالقصة ما اليوم تصليلي على الحبيب المصطفى وتذكرولي الله يا جماعة الخير، لان الجن على ذكرهم يحضرون. وقاص طفل يمني يعيش بقرية باليمن، وأريد أتكلم لكم شوية عن القرية. يقول القرية مالتنا بعيدة جدا عن المدن وتنقطع بيها الكهرباء الأيام عديدة، بحكم أنه الكهرباء اللي داخلة بهاي القرية كهرباء غير شرعية، ودائما تجي الدولة تقطع الأسلاك. يقول كنا نعتمد يعني بتشغيل الإنارة مال بيوتنا وغيرها على المولدات، وأحيانا المولدات تكون ما بيها غاز. والقرية هاي اللي قاعدين بيها تقريبا كلهم أقارب، حتى الشخص الغريب اللي جالس وياهم فهو يا أما ماخذين من عندهم يعني مرة، يا أما منطين مرة إله. يقول لكن البيوت مالتنا مفرقة. يقول إحنا كنا نسكن وبيت عمي يسكنون بصفنا. مع العلم عمي كان يعني بأحد الدول الخليجية، وبس أطفاله الأربعة وأني الوحيد الوالدي ووالدتي، وكنت دائما ألعب ويا ولد عمي وأقضي وقتي كله. يقول بيوم من الأيام أجى عمي وأخذ عياله وزوجته وترك بيته وراح، وظل البيت ماته هو والغراض ماته والأثاث. يقول وأني ظليت أبكي بذاك الوقت. يقول كان عمري تقريبا 7 سنين 8 سنين بهالحدود. يقول فقدت يعني ناس عزيزين علي بحكم انه ماكو اطفال العب وياهم بعد قريبين، وحتى الناس يعني اللي موجودين بالقرية بعد بعيدين، وما كنا نتجمع غير يعني ساعة واحدة العصر لحد المغرب وكل شخص يروح البيته. يقول بيوم من الايام كانت الاضوية يعني ما مشتغلة ببيتنا، الكهرباء منقطعة ووالدي ما موجود. توسلت بوالدتي انه انا اطلع العب برا، وكانت تقريبا الساعة 4، وبعد نص ساعة يعني يقوم يبدي الظلام ينزل ويحل بالمكان. والدتي قالت لي ما تطلع، ظليت اتوسل بيها وبكيت، وبعدها قالت لي تطلع وتلعب بالباب. يقول انا مباشرة صدق طلعت بالباب ووحدي وافتر واروح. يقول ناظرت شفت الباب مال بيت عمي مفتوحة وتفاجأت من اللي فتح الباب ومنه اللي دخل. يقول بحكم انه انا كنت صغير وطفل وغير واعي قلت احتمال رجعوا، رحت اركض ودخلت مباشرة على بيت عمي. لقيت الباب الجوة مسدودة، ناظرت يعني من الزجاج اللي موجود الباب كانت يعني مغلقة وما اقدر افتحها. شفت اكو احد بالداخل، ولما اندرى بي انه انا بالداخل انفتحت الباب اللي وحدها وما اعرف منو اللي فتحها. يقول بذاك الوقت ما كنت اشعر يعني انه شنو جين، ولا كنت اعرف بجين، ولا كان عندي شعور بالخوف نهائيا. يقول دخلت لي جوا ومشيت لغاية ما وصلت احد الغرف اللي كان ينام بيها عمي وزوجته، لقيت مرة جالسة مقابيل المراية وتسرح بشعرها، وهاي المرة كانت مبتسمة بوجهي وتضحك، وتفاجأت هو من اللي دخل البيت عمي. يقول المرأة ما انطت أي ردة فعل بذاك الوقت، بس ابتسمت بوجهي، وبعدها افتريت لأن سمعت صوت
وراي. طلعت أتمشى وبأحد الغرف الثانية لقيت رجل واقف. يقولوا أني لقيت هذا الرجل واقف ناظر بوجهي وما ابتسم. وبعدها سمعت صوت مال أطفال يضحكون ويلعبون، لكن وين ما أدري. ظليت أفتر ورجعت ووصلت المطبخ ولقيت 3 أطفال يلعبون بالمطبخ، وبدون أي شعور رحت وقمت ألعب وياهم. بذاك الوقت كانوا شايلين بديهم فاكهة، واحد يرميها على الثاني ويمسكوها. رموها علي ومسكتها وبديت أرمي بها لغاية ما سمعت صوت برا يناديني، وهذا الصوت مال والدتي. خفت جدا وارتعبت وطلعت أركض من البيت، وشافتني وقالت ليش دخلك البيت عمك وليش فتحت الباب مالتهم. لما قالت لي هيك وانا كنت خايف قلت لها بيت عمي بيناس جوا. راحت والدتي تركض وما لقت اي احد موجود، وطلعتني وقالت لي بس يجي والدك اليوم اقول له عليك. انا قلت لك لا تتاخر والنوب فاتح بيت عمك وطاب. المهم اجى والدي وظليت اتوسل به وقلت لها لا تقول لي له وبعد ما افتحه، وفعلا والدتي ما قالت له. وراها تقريبا بعدة ايام كان والدي ما موجود. على الساعة تقريبا 4 العصر طلبت من عدي والدتي انه اني اودي الاغراض لعمتي. بيت عمتي صاير ورا بيتنا يعني بمسافة ومو بعيدة. اخذت الغراض ورحت وقالت لي لا تتأخر، وانا افتريت يعني وقطعت هاي المسافة. لقيت اطفال يلعبون قريب من بيت عمتي بين يعني شارع صغير وصاير بي يعني ادغال وحشيش جاي يلعبون بهذا المكان، وقمت العب وياهم. وذول الاطفال نفس الاطفال اللي لقيتهم بيت عمي، جنت اسألهم بس يضحكون وما يجابوني او يردون علي بكلام اني ما افهمه، لكن جنت اتونس لما العب وياهم. المهم ظليت العب، وبعدها تذكرت انه اني ما وديت الغراض. شلت الغراض من الارض وركضت مباشرة البيت عمتي. دقيت الباب عليها لكن عمتي ما قعدت مرة ومرتين، وبعدها طلعت وقالت لي جابك. قلت لها امي دزت ذني الغراض. قالت لي شلون تدزك بهذا الوقت، انتظر. اخذت الغراض من نيدي دخلت اللي جوه وودتني للبيت. ولما ودتني للبيت قالت لوالدتي شلون تدزين بهذا الوقت المتأخر، مو تدرين مو زين ودنيا المغرب وما أعرف شنو وهذا وقت نزولهم، وما كنت أعرف شنو تقصد. إلا كبرت يلا عرفت أنه وقت المغرب هو نزول الجن للأرض وغيرها. المهم اللي سويته أني والدتي قامت تحكي عليه وأنا قمت أبكي، وعمتي سكتتني وقالت لي بس يجي والدك أقول له لو تقول لي أنت وين كنت كل هذا الوقت. المهم عمتي طلعت وراحت لبيتها، ووالدتي ظلت تلح علي. قلت لها انا كنت العب ويا اطفال. قالت لي يا اطفال اللي انت كنت تلعب وياهم ماكو اي احد بهذا الوقت يطلع، من هم ذولا؟ انطيني اسماءهم انطيني مواصفاتهم. بديت اقول لها ما اعرف اسماءهم. المهم عبالها اني جاي اكذب، لكن لما شافتني انه انا جاي احكي بجديه لما اجى والدي ودخل البيت كلمته وقالت له الولد كذا وكذا يقول، وقبلها بأيام سوى هيك فعلة ولقيته فاتح بيت عمه ويقول أكو ناس جوا. لزمني والدي وظل يحكي وياي بأسلوب ويقول لي ترى بعد ما أطلعك وياي وما أخذك. فعلا كان والدي يأخذني يعني بين فترة وفترة وأقعد ويا الزلم كبار وأحس نفسي أنه أني كبير. لما قال لي هيك سولفت له قلت له لقيت الباب مفتوحة ودخلت ولقيت مرة كذا قاعدة تسرح بشعرها، ولقيت رجل ولقيت أطفال ولعبت وياهم، وبعدها لقيت الأطفال من بيت عمتي يعني قريبين ولعبت وياهم. والدي هنا خاف علي وقال لي اسمع أنت كبرت ترى ذولا جن وذولا يأخذونك، وبدأ يخوف بيه في سبيل لما يجون مرة ثانية إليه أني أروح وأقول له أو أقول لوالدتي أنهم أجوي يمي. وبذيك عقليتي ما كنت أحس أنه أنا علي خطر من عندهم. والدي ووالدتي ما كانوا يتكلمون قدامي على خطورة الموضوع. المهم عد أسبوع كامل وأهلي يعني محاصرين وما يخلوني حتى أطلع وألعب بالقرية ويا الأطفال الباقين لغاية ما انعزلت بغرفتي. ولما انعزلت بغرفتي يعني كان والدي دائما اسمع يقول لوالدتي لا تخلي جالس وحده، لكن والدتي بحكم انه هي تعمل بالبيت
فتعوفني على راحتي طول الوقت، وهي والدتي عرفتني ذول الأطفال موجودين وياي بالغرفة. الغاية ما صرت وحدي وما أحب أطلع من الغرفة، ومجرد أنه أنا أبقى وحدي يظهرون إلي وما أعرف شلون ألقاهم لو وراي لو ما أعرف شلون. المهم ألقاهم متواجدين بالغرفة وأبدي ألعب وياهم، لغاية ما يوم من الأيام والدتي قالت لي اطلع والعب ويا الأطفال، وكانت الساعة تقريبا 2، قالت لحد 3:30 وترجع، ترجع ويا الولد ابن فلانة. وهذا كان يعني طريقة على طريقنا، وفعلا طلعت وياهم ألعب. كان عندنا يعني مثل الساحة مسويها نلعب بيها تراب، نلعب كورة وهاي الأشياء الشعبية القديمة. المهم واحنا جاي نلعب ناظرت لقيت رجل واقف بنهاية هذا المكان اللي نلعب بي، ظليت واقف وأناظر وأطالع بي وهو يطالع بي ويبتسم لي، وهذا الرجل كأنه أني شايفه. وبعدها ذكرت شفته ببيت عمي، ورحت مباشرة بدون أي وعي أتمشى متجه عليه، لكن الأولاد الباقين والأطفال ما كانوا يحسون بوجوده ولا كانوا يشوفوه. هذا اللي متضح عندي، لأن واحد من عندهم سألني وقال لي أنت وين رايح، وجاوبته وقلت له راح أروح ذاك الرجل الواقف وما جاوبني. المهم لما وصلت هذا الرجل قال لي لا تعلم أحد بأي شيء تشوفه، ترى أطفالي بعد ما يجون يلعبون وياك. هذا الكلام اللي قال لي اياه، وبعدها رميت بالكورة بظهري، التفتت لان ضربوني يعني الاطفال الباقين، رجعت ناظرت قدامي ولقيت اختفى تماما. وبهذا اليوم راحوا كل الاولاد وانا ما اعرف شبيه ظليت بهذا المكان. مع العلم والدتي حذرتني، وبدأ يحل الظلام وشفت الاطفال اجوا يركضون علي من بعيد، وبديت العب وياهم والساعات تمشي. ووالدتي متعودة انه هي ما تخرج من البيت نهائيا، تقريبا ظليت لحد الساعة تقريبا 8:30 بهالحدود وانا وياهم، والظلام دامس بالمكان وما اعرف شلون اني جاي اشوفهم واقدر العب وياهم، لغاية ما سمعت صوت ينادي علي من بعيد وصوت بغضب، وهذا صوت والدي، وهنا اختفوا تماما. ووالدي اجى علي بذاك الوقت وقال لي انت جاي تسوي وانت ويا من جاي تلعب؟ وحتى والدتي ويا وكان شكله خايف علي، قلت له جو الاطفال ولعبوا وياي. لما قلت له قال لي يا اطفال، التفتت وما لقيتهم اخذني وراح للبيت، ولما اخذني قال لي راح احضرك للمره الاخيره ابني، انا اعتبرك كبير. وطبعا هاي سياسه يستخدموها الاباء على ابنائهم، يتكلمون ويا ابنائهم الاطفال على اساس انهم كبار في سبيل الاطفال، يتصرفون تصرف صح او تصرف صائب. المهم هو جاي يتكلم وياي، قلت له نوبة الاخ بس يجون الي اعلمك. المهم من هذا اليوم بديت ما اشوفهم ولا يظهرون الي، واختفوا سنه كامله تقريبا عني. وورا السنه وانا جاي يمشي بالشارع وهنا أنا يعني قمت ما أشوفهم، وأصلا نسيت الموضوع كله، وأنا جاي أمشي ما حسيت غير إيد تنحط على كتفي، وحتى شعر جسمي كله وقف وما أعرف الصار بيه. المهم التفتت لقيت رجل شكله مرتب أبيض، وهذا الرجل أصلا ما شايفه بحياتي كلها، رجل غريب ومو من القرية مالتنا. ضحك بوجهي وبدأ يذكرني بولد عمي اللي كنت ألعب وياهم، ويذكرني بعمامي. المهم قال لي انت تريد تروح عليهم؟ قلت له انا اريد اروح، لكن ابوي ما يقبل ويقول انت بعدك صغير وما يصير تروح وحدك. قال ما عليك من عده، انا اخليك تروح، لكن لما يجون اطفال يريدوا يلعبون وياك لا تبتعد عنهم وعوفهم يلعبون وياك، ترى هم يحبوك. ولا تعلم ابوك ابد، ولا تعلم أمك، وإذا تريد تلعب وياهم أكثر تروح البيت عمك، لكن ما تقول لأي أحد تلقاهم هناك. هذا الكلام اللي قال لي إياه، وبعد هالرجل اختفى. حتى بذاك الوقت حسبت نفسي أنه أنا كنت أكلم روحي وما شفت أي أحد. المهم أخذت يومين الوضعية طبيعية وماكو أي شيء، وتقريبا نسيت الموقف الأخير. وبيوم من الأيام وأنا نايم صحيت على صوت يهمس بإذني، وأول ما قعدت لقيتهم
قدامي، وحتى تقريبا شكلهم شوية متغير وهدومهم غير، وبدأوا يلعبون وياي وأنا أسوي صوت عالي وأهلي ما منتبهين، لغاية ما حسوا علي أهلي ورا عدة أيام. وإجت والدتي وسألتني، قالت لي أنت ويا من جاي تتكلم وأنت ويا من جاي تلعب ومن يمك بالغرفة؟ قلت لها ماكو أي أحد. طبعا والدتي كانت واقفة قدامي وتكلمني، وهم كانوا واقفين بجانبي وما كانت تشوفهم أبد. المهم صرخت علي صوت عالي وقالت لي، يعني بذاك الوقت يعني صياح وما أعرف شنو، ومن ضمن الصياح قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله منك ومن تصرفاتك. هي قالت هاي الكلمة، هم اختفوا من يمي وما أعرف وين، غادروا وراحوا. وإجا والدي للبيت ودخل، ومباشرة والدتي راحت وقالت له، إجا وتكلم وياي وقمت أبكي وقلت له ماكو أي أحد وأمي كذا وكذا، حتى صرت أكره أهلي بسببهم لأن هم ما جاي يأذوني أبد. وبنفس الوقت كانوا أهلي يلحون علي ويقولوا لي علمنا وقل لنا إذا جوي عليك. والدي لما شافني بجيت صدق بي وقال لها لا تظلين تضغطين علي، الولد لا يتمرض. وفعلا والدتي طلعت، وبعدها صارت مشاجرة بين والدي وبين والدتي كبيرة جدا. وبعدها خف الصياح وأنا نمت ومشى اليوم علي طبيعي وعد. وبعدها بعدة أيام واني نايم هم حسيت أحد يقعدني ولقيتهم وبديت ألعب وياهم، وبدت تعدي الأيام واني يومية ألعب وياهم وطبيعي. وحتى قمت ما أطلع من الغرفة، والدتي تقول لي أطلع ما أعرف شنو، وأنا كنت خلاص مصمم أنه أنا أبقى جالس بالغرفة. بيوم من الأيام كانت والدتي ما موجودة بالبيت، كانت أخت والدتي تبعد عنا مسافة، ووالدي راح وداها لأهلها، وبعدها رجعت أني وياه لأن هي قالت له خلي يرجع وياك أحسن، أنا هناك ما أقدر علي. وفعلا أنا رجعت ويا والدي للبيت. والدي لما ينام نوم شوية ثقيل، والدي غفى ونام، وبهذا اليوم ما خلاني أنام بغرفتي، خلاني أنام وياه بنفس الغرفة. وحتى ما نمنا بغرفته، نمنا بالصالة مال الضيوف لأن كانت كلها مفروشة وكان يعني موسم بارد بذاك الوقت. المهم نمنا أنا وياه هناك، وقمت على كيفي بعد ما شعرت بواحد يعني يمشي أصابعه على أقدامي، وقعدت حتى أضحك ووالدي ما حس، وبديت أتمشى على كيفي لكن ما لقيت الشخص اللي كان يسوي بي هاي الحركة. وأنا جاي أمشي اتفاجأت لقيت مرة قاعدة بالغرفة مال والدتي على المراية اللي والدتي يعني تقعد قدامها، وحاطة على وجهها يعني مكياج من اللي تخليه والدتي، وكانت فاردة شعرها وكانت يعني ما أعرف شو مخلي يمها مضوي. المرة كانت جميلة ومبتسمة بوجهي، وبذاك الوقت يعني أشرت إلي وحتى حطت إيدها على حلقها، تقدمت على كيفي وكانت تقول لي روح الجهال ينتظروك ببيت عمك يريد يلعبون وياك وأنا شوية وأجي. لما قالت لي هذا الكلام أنا سحبت على كيفي، وكانت الساعة تقريبا يعني 12 بهالحدود. المهم تمشيت على كيفي، فتحت الباب ما حد يدري بيه ورحت مباشرة على بيت عمي، لقيت الباب مفتوح. ويوم اللي دخلت لقيت جوا ناس هواية وأطفال عددهم كبير جدا والكل يضحك، وجا رجل إلي وهذا الرجل أجانب المرة السابقة وقال لي حضر نفسك راح أخذك على بيت عمك اليوم، كنا راح نروح ونغادر منانه لكن لا تطلع صوت أبد وخليك جالس والعب ويا الأطفال بحذر. وفعلا أنا ظليت جالس وحتى نسيت أهلي ونسيت أبوي ونسيت أمي، المهم ظليت يعني متونس وياهم لغاية ما شفت ذول الأطفال يسوون أشياء خارقة للطبيعة وأشياء أول مرة أشوفها، وهاي الأشياء خلتني أخاف وأرتعب وظليت جامد بمكاني أشوف يعني واحد من الأطفال يقدر يمشي بدون ما يلمس الأرض، وأشوف يعني طفل ثاني عيونه تتقلب، وحتى شفت طفل براس يعني ما الطفل طبيعي لكن بجسم مثل أجساد القردة. يوم اللي كشف على ثوبه كان جسمه كله شعر، وأنا هنا أنا ما أعرف اللي صار بيه
وقمت أخاف وبديت أبكي لغاية ما أجتي مرة وأخذت بإيدي ودخلتني للغرفة. ويوم اللي دخلتني للغرفة بدأت تتكلم وياي لكن ما جاي أفهم عليها. المهم وأني قمت أبكي وأقول لها أريد أروح الأبوية. أفت أبوية نايم وحده، قالت لي لا أنت راح تروح الولد عمك. وبدت تسكت بي لغاية ما سكتت وطلعت وسدت الباب علي. المهم رحت يم الباب دقيتها حاولت أفتحها، سمعت صوت ورا الباب يقول لي ابتعد عن الباب ولا تدق بيه. ضربت الباب بإيدي ضربة قوية وانفتحت الباب، وأول ما انفتحت شفت شخص بشع جدا وإلى قرون اثنين صغار طالعات من راسه، وكانت ريحته مو طيبة نهائيا، ووجهه كان يعني أسود على حمار، كان وجهه مرعب بصورة مو طبيعية. أول ما شفته بديت أصرخ، اتقدم علي وبعدها ما دريت بنفسي أني وين. المهم يوم اللي صحيت وأنا ببيتنا ووالدتي يمي. ويوم اللي صحيت والدي قال لي شنو صار وياك، سولفت له. بعدها قال لي أنت شو وقت طلعت من البيت وعرفت نفسي أنه أني يعني طالع من البيت وأصلا ما أدري بالوقت شو وقت. المهم والدي صاح ورا ساعات عديدة مدور علي وما لاقيني، طالع لي برا يدور عباله انه انا جاي العب وما لقاني، ومباشرة شاف الباب مال بيت عمي مفتوحة ودخل لي جوا ولقاني نايم بأحد الغرف وما لاقي اي احد. بذاك الوقت والدي يقول اني يعني طلعت بعد الصلاة مباشرة ولقيتك انت موجود ونايم بالداخل. المهم من هذا الموقف والدي بدأ يخاف علي اكثر واكثر، وجاب شيخ وقرأ علي قرآن وقال لوالدتي والوالدي ما تعوفون وحده نهائيا ودائما تظلون قريبين من عنده، ترى الجن يريدون ياخذونه ويروحون. بعدها لما شفت والدتي يعني تبكي ووالدي مقهور علي انه انا راح اعوفهم وغادر بديت اخاف من كل شيء، واي شيء يصير وياي مباشرة اصرخ. حتى عدة مرات شفت ذول الاطفال قريبين من عدي وكانوا شايلين بديهم ما اعرف شنو يريد يضربوني، واول ما اشوفهم اصرخ بصوت عالي، تجي والدتي تركض، واول ما توصل ليمي يختفون. وبدوا اهلي يشغلون يمي قرآن يلا اقدر انام. وبعدها لما كبرت شوية غادروا من عندي وراحوا، وقمت ما اشوف نهائيا اي احد. لكن بذاك الوقت الموقف هذا كان مرعب جدا. يقول انا لما كنت صغير ما كنت اخاف نهائيا من عدهم، لكن لما كبرت واتذكر الاحداث يقول قمت اخاف اكثر واكثر. يقول ولهذا اليوم انا يعني مبتعد عن ذاك العالم، وحتى بالليل ما اطلع نهائيا، واذا اردت اطلع دائما اشغل قرآن يلا اطلع. فهاي القصة اللي سمعتوها كانت من ارض اليمن السعيد. اللي اريده من عندكم تشتركون بالقناة، اذا كنتوا ما مشتركين وتفعلوا لي زر الجرس، وتنتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.